بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. سلام الله عليكم اخواني الكرام في هذا الفيديو الجديد على قناتكم، فيديو استثنائي. بالمناسبة سوف اقوم بالقرعة على الهاتف الذي سبق وان وضعت عليه مسابقة في اخر هذا الفيديو الاستثنائي، كما ذكرت استثنائي لاني تعرضت منكم يعني المجموعة منكم لمحاولة سرقة، والمكالمة التي سوف تستمتعون بها او تستمعون عفوا اليها الحين يعني سوف تبرهن لكم هذا الأمر. وأنا شخصيا كنت يعني لو كنت أريد متابعة قضائيا الأشخاص الذين حاولوا سرقتي كنت سوف أتابعني البنك، يعني اتصل بي يعني كما ذكرت هذه المكالمة وعرض علي متابعة قضائيا الأشخاص الذين حاولوا يعني أن يسرقوا مالي من بطاقتي المصرفية. يعني ما تكلم عن بطاقتي المصرفية يا إخواني الكرام، فكنت قد وضعت فيديو قبل أيام في 26 من هذا الشهر لطريقة يعني الشراء عبر الهاتف، وهو أول فيديو عربيا يشرح هذه النقطة، شراء عبر الهاتف أو يعني استخراج الأموال عبر الهاتف. في ذلك الفيديو ظهرت بعض معلومات بيانات وبيانات يعني بطاقتي الشخصية، استغلها مجموعة منكم تقريبا 188 شخص كما ذكر للبنك، سوف تستمعون الى المكالمة، حاولوا سرقة الاموال منها عن طريق يعني الشراء عبر الانترنت بالبطاقة الخاصة به. طبعا هل لم يستطيعوا لان البنك كما ذكر لي يعني بعد مشاهدة يعني تلك الحركة الغير العادية قام بعمل بلوك ويعني حظر مباشرة للبطاقة من استعمالها. فيعني هذه الاخلاق مع الاسف التي هي من اخلاق بعض منكم يعني الذي هم مسلمون يعني بهذا المسلمون بالكلمة يعني بهذا بالكلام بهذا المفهوم، أما أن تسرق أخوك المسلم يعني بهذا الشكل فعليك أن تراجع يعني نفسك بشكل كبير وكبير جدا. طيب لن أطول عليكم إخواني الكرام، أنا شخصيا لا أريد أن أتابع شخص لأنه الحمد لله لم يتم سحب أي مال من بطاقتي، يعني فقط هناك محاولة والبنك الذي أتعامل معه أنا شخصيا حتى تستطيع سحب المال أو الشراء عبر الانترنت يجب أن أتوصل بكود يعني أقوم بوضع أنا شخصيا في الموقع الذي سوف تشتري فيه حتى تستطيع يعني الاستفادة من بطاقتي الشخصية. لكن مع الأسف استمعوا جيدا. Antes de nada, le quiero informar que la conversación puede ser grabada por motivos de seguridad. Sí. Señor Mitsogat, quería verificar con usted unas operaciones que se han realizado con una de sus tarjetas. Esta es la que finaliza en 7010, que es la Electron, la amarilla. Sí. Esta tarjeta, tenemos un bloqueo cautelar por operaciones seguidas en comercios desde el pasado día 26. Lo ha recibido un mensaje de ustedes, alguien que quiere sacar dinero, ¿no? Bueno, sacar dinero no, que quieren operar con ella. طيب الحين هنا تذكر يعني السيدة الموظفة في البنك بأن هناك محاولة كما ذكرت لسحب الأموال والبنك قام بحظر مباشرة، ليس سحب المال ولكن يعني الشراء عبر البطاقة الخاصة به، ولكن البنك قام مباشرة يعني بعمليات حظر للبطاقة. يعني الحين أنا شخصيا سوف أذهب إلى البنك يوم الجمعة وأخذ يعني بطاقة بمعلومات أخرى جديدة. بطبع الحال يعني هذا الأمر إخواني الكرام يطرح مجموعة من التساؤلات، فإذا كنتم تريدون سرقتي يعني فما أين الأخوة يعني أصلا يعني لا يجب عليك سرقة حتى الإنسان الكافر، فما بالك بأخيك المسلم، فما بالك بشخص يعني يتعب من أجل إفادتكم. يعني فهنا يعني يطرح مجموعة من التساؤلات، وأنا شخصيا لو كنت يعني شخص سيء سوف أتابعكم قضائيا، لأنه هناك كما ذكرت المكالمة من يعني بعدين قالت لي 188 شخص حاولت يعني أن تشتري ببطاقتي الشخصية، فغريب جدا. هل ما أريد يعني أن أشرحه في هذا الفيديو، وكما ذكرت يعني في اليوم نفسي أنا شخصيا توصلت بعدة رسائل من البنك لأنه هناك محاولات الشراء، سوف أبحث عن هذه الرسائل كما سوف تشاهدون في اليوم 26 بالضبط. لاحظوا معي العدد واحدة 212 أورو، 100 و يعني 100 أورو، هنا يعني 119 أورو، عليهم مجموعة من المحاولات الشراء عبر الانترنت بملاءة مختلفة إخواني الكرام. ف
فيعني أقول حسبي الله ونعم الوكيل. هذا ما أريد يعني أن أذكره في هذا الفيديو. وهنا يعني يعطيني فكرة بأن فعلا هناك مجموعة من الناس التي تتابعني يعني لصوص بهذا المفهوم. أنا أعتبر يعني مجموعة 188 يعني الذين حاولوا يعني سرقتي لصوص، ولا أتشرف نهائيا بأن يتابعونني يعني هذا المفهوم. لا أتشرف بأن يكون من بين مشترك قناتي لصوص بهذا الشكل، لا يخافون الله يعني. فحسبي الله ونعم الوكيل. وللفكرة يا إخواني الكرام، فقد قمت بتعطيل يعني البطاقة، وسوف أخذ يعني بطاقة جديدة. نمر إلى السحب على الفيديو الذي السحب يعني على الهاتف الذي كنت قد وضعت مسابقة له. كل ما أتمناه أن لا يكون من بين أو الشخص الذي سوف يتم السحب عليه هنا يعني واحد من بين هؤلاء اللصوص، صراحة لأن الشيء مقزز يعني بهذا المفهوم. طيب يا إخواني الكرام، الحين أنا شخصيا رفعت الفيديو الذي وضعنا عليه مسابقة 22813 تعليق، سوف نسحب منه الفائز وحظ سعيد للجميع. وأتمنى لا يكون من بين يعني أو الشخص الذي سوف يتم اختياره واحد من اللصوص. طيب يعني الشخص تحديثات وين داركشن يعني علين. سوف ندخل إلى قناتي. إذا لم يكن لدي يعني كما سوف تشاهد، هذا هو الفائز بالهاتف إخواني الكرام، وحظ سعيد لكم للجميع يعني في مسابقات أخرى. سوف أحفظ يعني يعني الرابط الخاص بقناتي حتى لا يقوم بمراسلتي يعني أي شخص ويدعي أنه. والشخص كما ذكرت هذا هو الشخص صاحب القناة الفائز بالهاتف تحديثات One Direction عليين. أراكم إن شاء الله في مواضيع جديدة يا إخواني الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.